قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان أن فرنسا ستواجه عهدا جديدا من الهجرة غير المنظمة وانعدام الأمن بسبب صعود ائتلاف اليسار وتصدره نتائج الانتخابات التشريعية. المستنقع الذي حذرت منه أصبح حقيقة، فرنسا ستكون محاصرة بثلاث مجموعات لها نفس النفوذ تقريبا في الجمعية الوطنية. إنه أمر محزن، إننا نخسر مرة أخرى لنواجه عاما آخر من الهجرة غير المنظمة وفقدان القوى الشرائية وتفاقم انعدام الأمن في بلادنا.